هذا تسوي يا اخي افتح الجويلات هاي مكتوب قيلان حصوايه هذا بالتمدد بسرعه طق السيراميكا والبورسلين فانت لا كل ساعه وراي ورا شو تسوي بس غير الناس تستفاد يعني انت قصدك الحصوايه بين الجويل زين شو اسوي لها يعني شلون طلعها بالشبكه طبيب عمري اكو ناس هتستفاد لا كل ساعه تحكي وثاني عمل مالتي هاي الحصواية اول وصل لازم يتنظف بالسين بالفرشه الحديد مال الحدادين او تنظف بالشمش هاي الطريقه هاي لازم وتمسح وياه عمودين ينزل بيه شربه فلتلح كافي يلا باي.